متى ترعرع في وادينا الطيب كل هؤلاء القتلة؟ أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. استباحوا الأرواح وسفكوا الدماء وخربوا الديار. هذه الدموع ستنفجر فيكم. لكن الأجيال لا تنسى، والشهود ما زالوا يتذكرون. لا يرش بالمية، هرش بالدم. ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر في 50 عاما؟ شهادات للتاريخ. أهلا بكم في الحلقة الماضية التي بدأنا فيها توثيق شهادة الكاتب والباحث الكبير خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على نصف قرن من العنف. وضع أمامنا خريطة البنية التحتية للإرهاب في سيناء، كيف تكونت ومن وقف وراءها وأهم العمليات اللي تمت. ووصلنا إلى تحديده يوم 28 يناير 2011 إلى اليوم اللي بيتعارف المصريين عليه بأنه جمعة الغضب، واللي قال لنا وقتها يعني الكاتب والباحث الكبير خالد عكاشة أنه ما بعد 28 يناير 2011 يختلف تماما عما كان قبله. إزاي بدأت الفكرة في سيناء؟ إزاي الإرهابيين استوطنوا سيناء؟ هناك في الأوراق والأدبيات الدولية والإقليمية ما يسمى بالتجربة المصرية في مكافحة الإرهاب. الحرب على الإرهاب بعد 2013 أعتقد أنها كانت حرب استراتيجية وليست تكتيكية. توحيد الجهاد أول جزء فارق فيه أن كان كتير جدا من أعضائه فلسطينيين الجنسية. أول ظهور لجبل الحلال كمأوى وملاذ آمن لهؤلاء الإرهابيين بدأ في 2004. بدأ لهذه المجموعات قدر كبير جدا من المساعدات اللوجستية لأي تنظيم في مناخ وفي محيط جغرافي زي ده هيبقى محتاجه. هم أعلنوا إن إحنا كل سنة هنعمل عمل. إحنا كنا قدام خلية بيتم القبض على عناصرها، القيادات فجرت نفسها. لقينا يا فندم أنفاق، ولقينا يعني مخازن سلاح، خلق بنية فكرية وعقائدية للتنظيم عبر مشايخ موجودين في قطاع غزة. الأمن قدر يحدد بشكل واضح الأماكن، الأسماء، الشخصيات، النطاق الجغرافي. ماذا رأيت في سيناء تحديدا يوم 28 يناير 2011؟ أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا دكتور محمد. احنا وصلنا بحضرتك ليوم 28 يناير 2011، وهنا هنستمع لما رأيته بعينيك واللي تم تأسيس عليه حاجات كتير في الفترة اللي أعقبت يناير فيما يتعلق بالعنف والإرهاب. ده صحيح، هذا التاريخ يعتبر تاريخ فارق، فصل جديد من فصول العنف والإرهاب اللي شهدته سيناء، وامتد كي يسجل فيما شهدته مصر من تهديد إرهابي أو من فصول العنف التاريخي. سيؤرخ هذا الفصل باعتباره هو الأعنف، الأقوى، الأكثر تطورا، الأكثر ارتباطا بالعناصر خارج الدولة المصرية، الأكثر التصاقا وارتباطا بتنظيم الإخوان الإرهابي. كل هذه الملامح ربما ملامح رئيسية ومهم ذكرها قبل الدخول إلى أحداث اليوم. 28 يناير المصريين جميعا أنظارهم مشدودة إلى ما يجري في ميدان التحرير بمدينة القاهرة، محاولة الاقتحامه ودخوله ومقاومة الشرطة وكل الأحداث اللي جرت في هذا اليوم الطويل من عمر الدولة المصرية، والذي انتهى بخروج رئيس الدولة المصرية الرئيس الراحل حسني مبارك في هذا التوقيت لإلقاء كلمة للشعب المصري مساء هذا اليوم. هذه الكلمة ربما انتهت في حدود منتصف الليل على ما أتذكر. من كانت أعينهم مشدودة لما يجري في ميدان التحرير هم أهالي مدينة العريش اللي كنت أحد
سكانها في هذا التوقيت، وأنا بعمل في جهاز الشرطة. مدينة العريش لم تشهد أي أحداث أو أي ارتباط في يوم 28 يناير. لم تستجيب على الإطلاق كل أهالي شمال سيناء بالكامل، ليس مدينة العريش، لدعوات الخروج الخروج بعد صلاة الجمعة وغيره، لم يحدث هذا الأمر مطلقا. فقط متابعة لما يجري في القاهرة على شاشات الإعلام في البيوت المنازل. بطبيعة المدينة يوم الأجازة ويوم العطلة بيبقى يوم يكاد يكون فارغ من الحركة تماما ومن السكان والجميع في منازلهم، إضافة إلى الحدث اللي بيتم متابعته إعلاميا. خروج الرئيس حسني مبارك وإلقاء كلمته، انتهت الكلمة في منتصف الليل بعد هذا الانتهاء ربما بدقائق. احنا كنا دخلنا بقى يعني اللي هو صباح بقى 29 يناير الساعات الاولى، لكن لا في ساعات الليل، ساعات الليل احنا في 12 ليلا واحدة صباحا. لم نبتعد عن هذا التوقيت على وجه الدقة. دقائق تفصلنا عن انتهاء كلمة الرئيس مبارك، وإذا بتليفونات الهواتف الداخلية في المكاتب تدق بإلحاح تحمل استغاثة كبيرة جدا من القوات الشرطية الموجودة في مدينة رفح الحدودية. كنت في العريش، احنا كنا في العريش، جات الاستغاثة من رفح، من رفح بيستغيثوا بأن يواجهوا موقف استثنائي بهجوم كاسح من سيارات الدفع الرباعي المحملة بالمسلحين الملثمين. هؤلاء المسلحين مسلحين على درجة عالية جدا من التسليح، رشاشات آلية، قذائف RPG، عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام تشبه البراميل المتفجرة التي اشتهرت فيما بعد في مصر وغيرها في عمليات إرهابية. تكرر هذه الاتصالات وبدأت التفاصيل تصل إلى مدينة العريش. مدينة العريش هي عاصمة شمال سيناء، تفصلها عن مدينة رفح اللي هي لصيقة بالشريط الحدودي 65 كيلو تقريبا أو 70 كيلو. ما بين رفح وما بين العريش ورفح مدينة الشيخ زويد. يعني نقول العريش الشيخ زويد 30 كيلو، 30 كيلو من الشيخ زويد 35 إلى رفح أو 35، حاجة قريبة من هذا المسافات، قريبة من هذه الأرقام. هجوم كاسح يستهدف كل مكونات ومظاهر تواجد الدولة المصرية، وليس الأمن وحده ولكن الأمن في البؤرة. يعني الاستهداف الأول لأقسام الشرطة أو لكل المباني قسم التابعة. الشرطة قسم أقسام الجوازات ومصالح الأحوال المدنية، المطافي، كل النقاط اللي تدل على مجلس مدينة رفح، مركز شباب رفح، المستشفى الصغير لمدينة رفح، كل ده استهدف وبيدمر وبيفجر، اللي لم يتم وبيقتل من بداخله إن كان من جنود أو من مواطنين مدنيين أو غيره، بيقتله على طول على طول. إطلاق نيران كثيف وعشوائي يعني من أجل إثارة أكبر قدر ممكن من الرعب وإيقاع الضحايا. كما أشرت، عمليات القتل بتتم بهذه الصورة، المباني التي لم يوجد فيها أشخاص أو كانت عصية تفجيرها. يتم تفجيرها، وضع عبوات ناسفة حول المبنى ومن ثم تفجير المبنى فيسقط، مبنى من دورين من ثلاثة فيسقط فورا. طبعا مشهد استثنائي على هذه المدينة الهادئة جدا الصغيرة جدا، ما كانش ليها حتى لا علاقة بالأحداث، يعني هاش أي علاقة بالأحداث على الإطلاق المنتظرة. لا، هي في البداية كان هناك أخبار بدأت تظهر عن اقتحام أقسام الشرطة في مساء يوم الجمعة في بعض من أحياء القاهرة الإسكندرية. كذا
ده بدأ من يوم الجمعة آخر النهار كده أو يمكن حتى في نص النهار بالظبط، يعني اقتحام أقسام الشرطة. فبدأ الملحوظة الأولى هو المستوى العالي جدا من الهجوم، انه ليس اقتحاما عشوائيا كما كان موجودا في القاهرة مجموعة من البلطجية والعشوائيين واستخدام المولوتوف وغيره لطبيعة المدن يعني المزدحمة بالسكان اللي قريب منها قوات امن الاشياء من هذا القبيل، لكن كان هناك ربط اولي من هنا بالحس الامني يعني يعني الاقتحامات دي ممكن تبقى في مقاربه مع ما يحدث في العريش الان او ما يحدث في المنطقه دي الان في رفح الان. لكن بسرعه هذا الامر تراجع عندما اكتشفنا عمليه استهداف وجود الدوله الحاجات المباني والاماكن غير الشرطيه، وهو يتم استهدافها بنفس الهدف اللي زيها زي المباني الشرطيه بالظبط. استغرق هذا الهجوم الكاسح طبعا وارتفاع مستوى المنفذين واعدادهم وتجهيزهم واستخدام اسلحه وصلت للاربي جي للبراميل الناسفه للعبوات، كل هذه الامور الاستثنائيه. فضلت هذه المعركة من الساعة 12 لو قلنا بدأت إلى الساعة حوالي 3 صباحا. سقط من سقط من القتلى عدد كبير جدا. طبعا خليط من الضباط على الجنود على الموظفين الحكوميين على المدنيين على أهالي المدينة على زوار ما كانوا جايين المدينة. ما تمش إحصاء اللي سقطوا في اليوم ده فانت؟ ما تمش إحصاء دقيق يعني، لكن لا يقل عن 60 شخص 60 المؤكد في خلال الثلاث ساعات مع عدد كبير جدا من الجرحى، جرحى من الشظايا من سقوط مباني من كذا من طلقات من أمور من هذا القبيل. بنتكلم على 3 صباحا خلصت تقريبا هذه الموجة الأولانية الأولى. طبعا حالة ارتباك كبيرة جدا عند كل الأجهزة ومنها الجهاز الأمني في بسرعة إعداد خطة لإنقاذ ولإخلاء شوية أو في جزء منها لأفراد الأمن وللضباط وفي جزء آخر المدنيين اللي بيتم حمايتهم من قبل كذا واللي هم كانوا في أقصى درجات الفزع والهلع مما يروه حولهم. مدينتهم بتكتسح في شيء أقرب إلى المعارك الميليشياتية، ميليشيا هجمت عليهم. طبعا خدنا بالتليفونات توصيفات كتير جدا، مهم نقف عند النقطة دي للمهاجمين وللسيارات وللتسليح لأن ده هنشوفه في نهار اليوم التالي أو نهار نفس اليوم اللي هو 29 يعني يوم السبت. يعني بدأت انتوا بدأت شوية معلومات يعني تتوفر، شكل الناس دي ايه، تسليحهم شكله عامل ازاي، العربات اللي جايين فيها بالظبط وضعها ايه، شايلين سلاح شكله ايه، شايلين ايه المواضيع، الحاجات دي. انتهت 3 صباحا بسرعة، محاولة اخلاء جرحى، محاولة كذا، اقتراب من بعيد، اتصالات مع مدينة الشيخ زويد اللي ما بين العريش وما بين رفح، محاولة تقديم مساعدات قبل ما يتم صياغة شكل من اشكال المساندة لما يحدث في رفح. اذا بنفس هذا المشهد يتكرر نسخة طبق الاصل مما حدث في رفح عندكم ثلاثة صباحا في مدينة الشيخ زويد. هم جايبينها جينا وهم جايين من الشرق الى الغرب يعني خلصوا في رفح وداخلين بقى الشيخ زويد من الساعة 3 صباحا. الشيخ زويد اصغر من رفح قليلا، خدت من 3 إلى 5 إلى 5:30 بنسخة طبق الاصل من كل شيء، هجوم على كل شيء رسمي الاول او اي مدني يحاول ان يحمي الرسمي يعني يحمي المستشفى يحمي مركز الاغاثه الطب مقرات الحزب الوطني في هذا التوقيت كانت طبعا محل استهداف مباشر في البدايه
مجالس المدينة، مجلس المدينة، مديرية التربية والتعليم، مديرية الزراعة، كل هذه المكونات الدولة اللي بترمز للدولة اللي ترمز للدولة هو داخل يستهدفها من أجل يعني ما كشف عنه بعد كده هو محاولة انتزاع هذه المنطقة من سيطرة الدولة المصرية بكل المقاييس، وتبقى تحت سيطرة هذه الميليشيات اللي هذه الميليشيات والاستخدام المفرط للقوة هو رسالة موجهة إلى المدنيين أن لا مجال إلا للخضوع لهذه القوة القاهرة ولهذا الوضع الذي سيتم تأسيسه والذي سيتحالف لاحقا مع جماعة الإخوان في تفاصيل هنذكرها سريعا. يبقى خلصوا كده في الشيخ زويد الساعة 5:30 جم العريش بقى، حاولوا يجوا العريش الساعة 9. لا، مدينة العريش طبعا بتستعد من الساعة 12 دي العاصمة برضو والعاصمة وفيها قوات كبيرة. طبعا احنا نتكلم على مدينتين صغيرتين تماما، رفح والشيخ زويد، قوات لم تواجه اي شيء من هذا الشكل من قبل، معمولة لتأمين المواطنين، معمولة للإجراءات القانونية والأمنية الاعتيادية. مدينة العريش من جناحها الأقصى جناحها الشرقي حاولوا الساعة 8 صباحا 9 صباحا ان هم يدخلوا يعملوا اختبارات كده، باءت بالفشل. يبدو انه ما كانش عندهم خطة، او هذه العملية برضو تكشفت بعد ساعات انها كانت بغرض الاشغال لما يخطط له، بغرض اشغال القوات اللي موجودة في العريش الى ان هناك للخطة فصل اخر كان يجهز مسبقا اللي هو اقتحام السجون بقى. على السجون، اقتحام السجون بالظبط. يعني هو هنا بيشغل القوات وبيشغل الدولة في معركة كبيرة، لان هو مخطط يقتحم والنطرون وابو زعبل و لو تحدثنا بقى على يعني ما بقي من اللي هم ما قدروش يخشوا العريش، ما دخلوش العريش، لكن سيطروا على ال 65 كيلو على ال 65 كيلو ما بين رفح والعريش. خلقوا في موقف استثنائي، موقف امني استثنائي، خلى كل الجهاز الامني في مدينة العريش مشدود الى هذا الوضع وبيضع خططه عشان ينهيه، لان هم قاعدوا مسيطرين على الشريط ده قد ايه فن؟ قعدوا يعني مثلا ممكن نتكلم بعد 3 ايام من هذا الحدث بدأوا يتراجعوا عن المدن، يرجعوا لكن هم موجودين على حدودها في اول ظهير صحراوي بعد المدن. يعني كان لازال هذه المنطقة تحمل قدر عالي جدا من التهديد. مدينة العريش العاصمة مشغولة بهذا الوضع الاستثنائي المفاجئ والمفاجئ بكل ما تحمله بشكل كامل. في الوقت ده يخرج نفس هؤلاء أو بعض من هؤلاء بنفس الهيئة بنفس الشكل بنفس التسليح من الشيخ من رفح أو الشيخ زويد أو ما يجاورهم من ظاهرهم الصحراوي كي يعبروا من خلف المدن الساحلية في شمال سيناء وينطلقوا بأقصى سرعة من هذا الجنوب إلى قناة السويس، ومن ثم يعبروا قناة السويس ويدخلوا على محافظات مصر غرب قناة السويس. حد ما وصلوا هنا بقى للقاهرة في وقت برضو علشان المواطنين بيسألوا كتير جدا والرأي العام بيسألوا كتير جدا حوالين كيفية عبورهم ازاي دخلوا كل هذه المسافة. اولا لابد من التذكير بان احنا في صباح يوم مصر كلها في وضع استثنائي 29 صباحا او نهار 29. انت بتتكلم على انهيار كامل لجهاز الشرطة، انهيار كامل للجهاز الامني، ثورة بيتم نزول الناس في الشوارع. خلينا نلخص المشهد نقول انه البلد في حالة فوضى يعني بكل المقاييس لم يتم استيعاب مدى هذه الفوضى. ففي ظل هذه الفوضى قدروا يعبروا من سيناء يجوا على القاهرة. طيب فين القوات المسلحة؟ ده سؤال كتير مشروع. جدا فين القوات المسلحة في كل هذا الهجوم اللي وصل لغاية وادي النطرون وابو زعبل وبعض من السجون بعينها؟ والمرج. القوات المسلحة في الوقت ده كانت
متفرغة لحماية الدولة المصرية، المواقع الاستراتيجية للدولة المصرية، تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، لأن ما فيش مركبة وقفت يوم نهار 29 حركة الملاحة الدولية منضبطة بالساعة. كل المناطق والنقاط الاستراتيجية مفيش النور ما قطعش في مصر، المية ما قطعتش، التموين لم يختل، السلع التموينية. فهنا كانت في مهمة تأمين الدولة، تأمين الدولة، وأن الدولة يبقى إيقاعها ماشي ما يتأثرش، لا يتأثر في قدر من الفوضى. في ناس بتقول احنا بنعمل ثورة على النظام، في لكن الدولة قائمة، لكن القوات المسلحة اتخذت قرارا استراتيجيا بحماية الدولة من أي هزة عنيفة يكفيها هذا القدر من الفوضى السياسية إلى حين أن تتكشف أموره. إحنا كنا في يومه الأول برضو ده، علشان مش حد لسه فاهم حاجة، علشان الناس يعني كتير بيبقى عندها تساؤلات في المساحة دي. وصل هذه المجموعات اللي هي طبيعية انتقال، هو طبعا مش ماشي بالسلاح، مش ظاهر، مش عملية ظاهرة، العربيات عربيات عادية ربع نقل، وده اللي طلع في صور بأمور مسجلة بالكلام، سيارات ربع نقل شايلة ناس، عمليات الانتقال والتهريب ليها متخصصينها اللي كان جرى الاتفاق معاهم مسبقا، وده خرج في شهادات قضية اقتحام السجون. احنا هنجيلها القضية دي. دول طبعا نقلوا دول بسرعة الى الداخل محافظات مصر. خد بالك كان تم اعلان حالة الطوارئ، تم اعلان حظر تجول، يعني كل اشكال الاوضاع الاستثنائية موجودة. الناس ديت وصلوا عند اسوار سجن السجون وادي النطرون، ابو زعبل، المرج، الثلاث سجون دول على وجه التحديد، وخاصة وادي النطرون، هم من كان فيهم عناصر لجماعة الإخوان. وادي النطرون كان مكتب الإرشاد كله موجود في السجن، وكتير من العناصر. الثلاث سجون دول فيهم خلية وعناصر من جماعة حماس ومن حزب الله، من غزة، كانوا محبوسين على ذمة أحداث تعاون اللي تحدثنا عنه ما بين عناصر من حماس ومن قطاع غزة، وما بين التنظيم الإرهابي التوحيد والجهاد 2008 و2009. كان تم القبض عليهم ووضعهم في السجون في القضايا، واخدين أحكام، تعرضوا على القضاء وخدوا أحكام للمشاركة والمساعدة في عمليات تطرقنا ليها. خلية الحزب الله تم القبض عليها، كان من سنوات سابقة 2006-2007 في مدينة بورسعيد، نازلة عشان تجند عناصر مصرية للاشتراك في التنظيم وخلق فرع لحزب الله في مصر، موجودة في أحد هذه السجون. ومن ثم بدأت عمليات اقتحام لمجموعات مسلحة مع قوات الأمن اللي موجودة في السجون، في وسط هذه المنظومة اللي بنتحدث عليها، اللي هي أيضا كان يقرأ إنها هجوم على المنشآت الشرطية. لكن عند هذه الثلاث سجون تحديدا، لا، كان الأمر أعلى وأكثر تنظيما وأكثر عددا، وتبين إن هناك مخطط مسبق قبل جمعة الغضب وقبل هذا التاريخ. يعني المسألة مش صدفة، لأن استحالة تبقى صدفة إنه الحدث بيحصل فهم بيجوا بعد ما الحدث يحصل. لا، هم عارفين الحدث هيحصل وهيحصل بالشكل ده، وهيبقى في الأرض ممهدة لعبورهم ده ولاقتحامتهم. طيب أقول هنا جزء تحليلي فضل. باعتباري كملت المشهد ده وصولا إلى قضية اقتحام السجون اللي كنت أحد شهدها، كنت أحد شهدها في إسماعيلية، في الإسماعيلية، والقاضي الجليل أمام القاضي الجليل مستشار خالد محجوب، مستشار خالد محجوب. واستمعت لكثير، أنا رحت حكيت يعني أدلت بشهادتي بما حدث في أنت لم تطلب، مش كده؟ لم أطلب، لم تطلب من المحكمة. لا، يعني أنت ذهبت متطوع أو ذهبت يعني مبادرا، خرج بيان من المحكمة حول كل من له من لديه معلومات حول ملابسات هذه الواقعة، واقعة اقتحام السجون، من ضباط الشرطة أو من مدنيين، كل من لديه معلومات يرى يعني أنها مهمة للهيئة القضائية،
يتوجه إلى المحكمة ويدلي بشهادته ويضع المعلومات أمام المحكمة ولها أن تقرر جدية هذه المعلومات. أنت هنا استجبت إلى هذه الدعوة. توجهت من تلقاء نفسي إلى المحكمة، حكيت قدام المحكمة كل ما جرى وعايشته من وقائع في اللي هو 28 و29 والأشكال والأنماط اللي احنا شفناها هناك، وإن هؤلاء هم بالضبط اللي قالوا عليهم الناس في وادي مطرون إن هم شافوا ناس بدو بلبس البدو مسلحين بكذا بالسيارات الكذا بالهيئة بكل يعني بدأت الشهادات يعني بدأ هنا تتطابق اللي الناس قالوا وتتكامل. قالوا عليه في وادي النطرون من مواصفات للمقتحمين للسجون تطابقت مع مواصفات اللي جالكوا في العريش ان دول اقتحموا رفح وبعدين الشيخ زويد. هنا التطابق ده كان مفيد، كان مفيد جدا، وكان التوقيتات وكان ضبط التوقيتات شهادات جنب بعضها البعض، منها من ناس من سيناء، منها ضباط زي من سيناء، منها اهالي مدنيين، منها مسجونين جوه سجن وادي النطرون اللي تعرض الى هذا الهجوم اللي هددوا بالرشاشات وبالاليات ان هم يهربوا وما كانوش عايزين يهربوا خايفين، هو في حاله خوف ورعب لكن هددوا بالسلاح. انا استمعت لشهاداتهم داخل المحكمه، والمحكمه بالطبع يعني كانت مستدعياهم للادلاء بشهاداتهم حوالين الدافع للهروب، فكان الدافع للهروب ان منهم ومنهم من قتل لانه رفض يخرج رفض يخرج من الخوف ومن الهلع ومن انه مش قادر يفسر المشهد مين هؤلاء المقتحمين اللي عملوا معركة بالاسلحة النارية لمدة 4 ساعات مع حرس السجن اللي دافع بشراسة ولم يفتح السجون. دي اسقطت فرية فتح السجون اللي حاول الاخوان طوال ترويجها. طيب خلينا نتوقف عند النقطة دي لان دي محتاجة مزيد من الشرح، انه الاتهام او ترويج اتهام انه لا الشرطة هي اللي فتحت السجون وانه النظام كان لديه خطة انه يفتح السجون عشان يعمل فوضى. حضرتك هنا بنتكلم على وقائع تثبت انه هذه كذبة كبيرة، بس خلينا نتوقف عند النقطة دي ونطلع فاصل نستكمل بعده هذه الشهادة التي نوثقها للكاتب والباحث الكبير خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على نصف قرن من العنف. أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة المهمة للكاتب والباحث الكبير خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتوقفنا عند تفنيده للكذبة الكبيرة أنه فتح السجون في يناير كان بإعاز من الشرطة أو كان بخطة مسبقة من يعني الدولة المصرية. إذا ثبت لحضرتك من الشهادات اللي انت سمعتها في المحكمة، محكمة مستأنف الجناح مستأنف إسماعيلية، وما رأيته انه لا كانت هناك خطة لفتح السجون وخطة مسبقة تسبق الحدث خطة للهجوم على السجون ومسألة فتح السجون اللي خدت الحقيقة من الرأي العام المصري جدل كبير وواسع، عندي ليها يعني وقعتين أنا لصيق الصلة بيهم تنفي هذه الرواية تماما أن يكون هناك توجه. أولا كنت عضو في المؤسسة الأمنية ضابط شرطة في هذا التوقيت، لم يصل إلينا كما أشيع أي منشورات أو تعليمات لها علاقة بفتح السجون أو تخفيف الحراسة عليها، بل بالعكس صحيح كان قبل تاريخ جمعة الغضب أو ما سمي بذلك دعوات كانت مسبقة بتقول إن يوم جمعة الغضب في تجمع جماهيري وشعبي ودعوة للخروج للتظاهر وغيره، كان مقابله الأمني رفع درجات الاستعداد القصوى والمرور المكثف على المنشآت الشرطية والتي تعتبر نقاط استراتيجية اللي هي بتقع السجون في صلب هذه وذكرت بالاسم
تشديد الحراسة على السجون وليس كذا زيها زي أقسام الشرطة زي المستشفيات. يعني هذا ما وصل إليه كأحد أعضاء جهاز الشرطة. جهاز الشرطة إن يعني زيادة الحراسة ورفع درجة الاستعداد. ولدي بقى كمان وقعتين اللي منها وادي النطرون اللي كنت شاهد فيها ولدي سجن العريش المركزي اللي هو السجن الأكبر والمخصص لمحافظة شمال سيناء كلها هو مقره في مدينة العريش. وهذا ما ذكرته أمام المحكمة نصا أنني اعتبارا من دي الواقعة اللي خاصة بسجن العريش أن من 30 من يوم 30 يناير اليوم التالي بقى بعد ما نجح معارك تحرير السجناء كما سموها التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان اللي جرت في وادي النطرون وفي أبو زعبل والمرج بدأوا يطبقوا نفس هذا السيناريو في مواجهة سجن العريش. يحاولوا يقتحموه اعتبارا من فجر يوم 31 يناير. حاولوا يقتحموه 31 يناير بمحاصرته ومحاولة إطلاق النار عليه بمختلف الأسلحة من فجر 31 يناير لمدة 18 يوم متتالية. بيحاولوا يقتحموا سجن العريش يوميا من الساعة 12 ليلا منتصف الليل إلى أول ضوء بعد صلاة الفجر بحوالي ساعة أو أول ما الضوء يمشوا يتراجعوا على الصحراء بيهاجموه عن بعد بقذائف هاون بأربجيهات بأسلحة نارية برشاشات. معركة باستبسال كامل كان يديرها نائب مدير أمن الإسماعيلية وهو مقيم داخل السجون يشرف على رفع درجات الاستعداد القصوى ويشرف على عمليات إمداد هذه القوات بالذخيرة واستعواض الذخائر يوميا للحفاظ على سجن العريش من الاقتحام لمدة 18 يوم. إلى أن يبدو أن في تنسيق أعلى من رتابنا جرى ما بين الشرطة والقوات المسلحة وعلى إثره تم الدفع بخطة عملياتية شفنا مشهدها الأخير أن خطة تم ترتيبها ربما خارج شمال سيناء لكن كان دلائلها واضحة جدا قدامنا أن ينتظروا انسحاب المهاجمين اللي استمر 18 يوم أن تيجي قوات من الجيش ومن الشرطة بمجرد انسحاب دول يتم تفريغ السجن بالكامل من الموجودين من السجناء ويتم نقلهم من مدينة العريش إلى مدينة الإسماعيلية على بعد 200 كيلو بإجراءات تأمينية صارمة 200 كيلو في الصحراء صحراء فارغة كي لا نقلوا يتم مهاجمتهم. نقلوا كل السجناء عندما أيقنا أن هذه الهجمات لن تتوقف. لن تتوقف 18 يوم متتالية يوميا وكأن السلاح لا ينضب وكأن طيب في موعد الهجوم التالي بقى في موعد الهجوم التاني فجأوا بقوات الأمن بتدير معاهم معركة والسجن فارغ تماما من عناصره. واليوم الرابع تم تسريب بعد أن اطمأن الجهاز الأمني إلى أن المساجين وصلوا واتنقلوا واتخذ عليهم الإجراءات القانونية ودخلوا إلى سجون شبيهة بالسجن ده في مدينة الإسماعيلية تم إذاعة هذا الخبر ووصلوا وانتهى هذا الهجوم المتتالي. دول وقعتين وقعة العريش. دي وقعة العريش. طيب. وادي النطرون بقى. وادي النطرون عندي جزء تحليلي مهم باعتبار استمعت. بس أنا عايز حضرتك هتحط في سياق هذا التحليل المشهد اللي كل مصر سمعته يعني إنه هو بعد إخراجهم من السجن كان محمد مرسي بيتصل بقناة الجزيرة على الهواء من تليفون سوريا وبيقول لهم إن إحنا خرجنا وإن إحنا معنا فلان وفلان 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 يعني المشهد ده أعتقد في سياق التحليل مهم في صلب هذا التحليل. أيام قليلة قبل جمعة الغضب مكونات وده هذا الأمر كتب بعد ذلك أن هناك مكونات من مكونات المعارضة في هذا التوقيت ومن الكيانات السياسية ومنهم جماعة الإخوان جابوهم قعدوا حضروا هذا الاجتماع الترتيب لدعوة التظاهر يوم 28 يناير.
هذا الأمر كان متفق عليه ومعلن، ودعواته على صفحات التواصل الاجتماعي يحاولوا أن يزيدوا من عمليات الحشد للنزول في هذا اليوم. يبدو، وهذا تحليل لدي لكن الأحداث أكدته كلها فيما بعد، إن جماعة الإخوان استغلت هذا الأمر وبدأت تبني خطتها بأن في حال نزل المواطنين واستجابوا للدعوة هتكون في حالة من الفوضى. نستغل هذه الفوضى في إخراج السجناء اللي موجودين داخل السجون. جماعة الإخوان كان ليها عناصر كتير جدا جوه السجون غير مكتب الإرشاد اللي كان حاضر هذه الاجتماعات المسبقة. جهاز الأمني وفق قانون الطوارئ اللي كان موجود في هذا التوقيت لم يرفع، قام بعملية اعتقال قانوني إلى أعضاء مكتب الإرشاد عندما قام بتسجيل مجموعة من المكالمات ليهم وهم بيتفقوا على أن هم موجودين في أحداث يوم الجمعة يوم 22. فيوم الخميس اتقبض عليهم وراحوا على سجن وادي النطرون ينضموا إلى بقية عناصر الإخوان. يبدو أنه حصل اتفاق مسبق مع الجماعات أو عناصر إرهابية وبعض من العناصر الفلسطينية على الجانب الآخر، وهنا نرجع لقدر التعاون اللي نسج قبلها بثلاث سنوات واللي على إثره كان في مجموعة من حماس موجودة جوه مسجونة جوه السجون المصرية بأحكام قضائية في قضايا محددة. ده السبب اللي خلى هذه المجموعات تتوجه مباشرة إلى سجن وادي النطرون اللي كان موجود فيه قيادات الإخوان وعناصر الإخوان وعناصر الحماس وعناصر حزب الله. بالضبط. حزب الله تحديدا كان في الخنكة أو مش متذكر في أبو زعب الخنكة أو أبو زعب. لكن النموذج أو اللي ليه ارتباط شديد بسيناء وبالتنظيمات الإرهابية وادي النطرون، لأن في جماعة الإخوان فهذه المجموعات كانت رايحة تحرر قيادات الإخوان وحماس وعناصر الإخوان اللي سربوا لهم هذه المعلومات. هو ده قدر التحليل إنه المتوقع في 28 تحصل فوضى، فدي فرصة مناسبة ومواتية إنه يتم الاقتحام وإن يتم الاقتحام. حصل شهادة مهمة جدا داخل المحكمة هي اللي أوحت ليا بهذا التحليل من أهالي مدينة وادي النطرون وسكان مدينة وادي النطرون قالوها قدام القاضي الجليل. كان محتواها إيه فن؟ كان محتواها إن أهالي مدينة وادي النطرون لاحظوا يوم الأربعاء والخميس السابق اللي هو 26 و27 السابق ليوم 28 ظهور عناصر جاية مدينة وادي النطرون. طبعا كلنا مصريين وعارفين مدينة وادي النطرون دي مدينة صغيرة فأي غريب بيبان، أي غريب بيبان، وفيها فندق واحد وفيها فندق واحد. عناصر غير مصرية ظهرت في المدينة في هذا اليوم 26 و 27، وهذه العناصر بدأت تتحدث مع أصحاب شركات مقاولات أو مقاولين صغيرين لاستئجار لوادر كبيرة ومعدات ثقيلة يوم صباح السبت المقبل. بيتكلموا يوم الأربعاء أو الخميس أولا ظهروا وبيتكلموا مع واحنا ما كانش لسه في حاجة باينة، يعني 28 ده ملامحه يبدو ان هي كانت باينه عندهم هما بس. بالظبط كده. عشان كده بقول في تسريب معلوماتي حصل من الاخوان لعديد من العناصر اللي هي بترتب ادوار كل واحد بدوره. بتوع سينا يجهزوا ويشغلوا الامن هناك بهذه المعركه وينزلوا عناصرهم المسلحه اللي هتشتبك مع الامن وقوات الحراسه بتاعت وادي النطرون وتفضل في عملية اشتباك نيراني لمدة 4 ساعات كاملة تم توثيقها، ويسقطوا قتلى وضحايا ومصابين من أفراد الأمن ومن ضباط أمن حراسة السجون، وهناك آخرين يدخلوا المدن المصرية وتحركوا باعتبارهم هم ناس عاديين ما هماش أعضاء في الإخوان، ويبتدوا يتكلموا على لوادر ظهرت وجرافات ظهرت وهي بتهد الأسوار يوم السبت صباحا.
اللي كان توفر لديهم المعلومات والتوقيتات والكلام ده اهالي مدينه وادي النطرون اللي قالوها في المحكمه واستمعنا اليها، وكانت جزء شديد الاهميه لاكمال الصوره. ان دول بقالهم 48 ساعه قاعدين في المدينه اللي جنب السجن بيرتبوا كل الامور وبيجهزوا السيارات اللي هتاخد الناس من جوه، ان لو نجح الاقتحام وبقى كذا انت عايز عدد سيارات كبير جدا بيجهزوهم وبيجهزوا المعدات الثقيلة وغيره. الكلام ده كله طبعا للأسف الشديد انه نجح وانه دخلوا وان خرجوا هذه القيادات، وهذه القيادات مجتمع، فمن هذه الأدوار المرتبة ان يكون هناك عناصر من جماعة الإخوان عارفين ان هم هيحرروا محمد مرسي ومحمد البلتاجي واعضاء مكتب الإرشاد، ورايحين لهم بهواتف السورية معاهم علشان يقتحموا. اقتحام عشوائي خالص مرتب، كله مخطط ليه بشكل دقيق. فيخرج محمد مرسي وهؤلاء فيتم سؤالهم مين من اعضاء مكتب الارشاد اللي هيتواصل مع وسائل الاعلام العالمية اللي منتظرة تاخد منهم بيان بان هم متوجهين من هنا الى التحرير، ان هم نازلين ينضموا للمتظاهرين اللي في التحرير، وان تم تحريرنا وتم كذا. فوقع الاختيار على محمد مرسي الذي لم يكن سوى عضو في مكتب الارشاد. ما حدش كان متخيل ان ده اللي هيبقى رئيس الدولة بعد عامين من هذا التاريخ. فمسك محمد مرسي هاتف السرايا وبدأ يتواصل مع وسائل الاعلام على الهواء مباشرة، مش تسجيل. نحن الان مع بعض من المحررين من سجن وادي النطرون، نستمع الى احدهم، مين حضرتك؟ بدأ يعرف نفسه، قال اسمه وقال اسم كل الاعضاء اللي كانوا موجودين كاعتراف كامل على الهواء مباشرة بما جرى، وقال بعض من تفاصيل عملية الهجوم والمعركة والاشتباك وغيره، واعلان للنزول الى التحرير. احنا نازلين الى ميدان التحرير كي ننضم الى المظاهرة وغيره. ده مشهد حقيقة يعني يدل على ان حجم الارتباط اللي كان ما بين جماعة الاخوان وما بين العناصر اللي كانت موجودة في شبه جزيرة سيناء، عشان احنا هنرجع تاني لسيناء سريعا، كانت وثيقة الصلة جدا قبل يناير 2011. لم يكن الامر لا عفوي ولا بالصدفة، كله كان مخطط ليه وتوزيع ادوار دقيق جدا، بما في حتى الاشاعة انه ده الامن هو اللي عمل، الامن فتح السجون. يعني ده كان جزء من طبعا طبعا. طيب لو رجعنا بقى لسينا، لانه بعد هما وصلوا الحكم وبعدين مشوا في 30 يونيو، وبدأ فصل اللي هو استكمال بقى للفصل اللي حضرتك قلت انه بعد 28 يناير فصل جديد من العنف. ازاي حصل التواصل او حصل تنسيق الجهود ما بين الجماعة؟ لا هو استكمال، مفيش تواصل. العلاقة لم تنقطع لدقيقة واحدة. مباشرة هذكر المواطنين المصريين بالجزئية دي، مباشرة لخلق حالة من حالات القلق والاضطراب، تم تكليف عناصر الارهاب اللي موجودة في سيناء بالتوجه الى خطوط الغاز المصرية وتفجيرها علشان تشتت انتباه اللي موجودين في ميدان التحرير، ان الارهاب بدأ اول عملياته في سيناء، في سيناء. فبدأت عمليات تفجير خطوط الغاز، تفجير خطوط الغاز اول حاجة. اول حاجة، ولسه ما كناش جينا 18 فبراير، لسه الناس في التحرير، لسه الناس موجودة في التحرير. دي اول عمليات ما انقطعتش خالص. تنحى حسني مبارك وبدأت الاستحقاقات الانتخابية اللي تمت كلها وصولا لانتخابات الرئاسة اللي نجح فيها محمد مرسي. كل هذه الاستحقاقات الانتخابية كان من يقوم بأعمال الدعاية وغيره هم نفس العناصر الإرهابية اللي موجودة في شمال سيناء، اللي بدأت تتنامى وتتشكل وبدأ عدديا ان هم يبرزوا ويبتدوا يخشوا مدينة العريش بقى كزوار، وابتدوا ان هم خلاص وكأنهم أهل البلد بقى، أهل البلد بقى. كانوا نجحوا في البرلمان، كان العضو الممثل عن شمال سيناء هو أمين عام جماعة الإخوان حرية العدالة في شمال سيناء، هو اللي نجح في الانتخابات بالطبع، تأييد كاسح، مرور بصور المرشحين بنفس السيارات اللي تم اقتحام بيها السجون، نفس الشكل ونفس الهيئة، ده شفناه طوال العام 12.
ما 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 كانش يقدر دول لوحدهم يديروا ماكينة الإرهاب الضخمة اللي كان الإخوان عايزين يستغلوا شمال سيناء فيها. فبدأ أن هناك تعليمات لكل العناصر اللي موجودة في أفغانستان، في البلقان، في البوسنة، كانوا هاربين أن هم يرجعوا. الناس دي كانت بترجع كلها بعد إلغاء قانون الطوارئ، وبعد إلغاء عملية الترقب والمتابعة اللي كانت بتتم قبل الثورة مع أمن الدولة في هذا التوقيت. فكل الإرهابيين اللي موجودين في العالم كانوا يعني ينزلوا القاهرة، ما يقعدوش في القاهرة، ينزلوا القاهرة أول حتة يروحوها سيناء، أوتوبيسات وسيارات اللي بتنقل شمال سيناء. وتدفق هؤلاء علينا بالألاف، رقم بالألاف، أوتوبيسات تنزل يوميا تنزل دول. البعض منهم جاء بذات الملابس الأفغانية الكلاسيكية النمطية اللي كنا بنشوفها لابسها أسامة بن لادن، لابسها أيضا الزواري من المطار القاهرة على السيارات، بنقل منظم مبرمج محمي من جماعة الإخوان، نحمن حماية ناعمة من بعيد كده انها كلهم يروحوا على شمال سيناء. هم كانوا اللي بيحكموا، فطبيعي ان دول يدخلوا تحت رعايتهم ويروحوا هناك ويبقوا هم دول الحلفاء الرئيسيين للجماعه. ما بقاش بقى الجماعه، بقى حزب الحريه والعداله، بقى مقر رسمي. حزب الحريه والعداله اللي فيه موجوده والمقر موجود وفي وسط المدينه، فكل أهالي مدينة العريش يروا تماما هذه العناصر وهي جاية عشان تقعد في اجتماع مع محمد البلتاجي، تقعد في اجتماع مع خيرت الشاطر تنسق معاه عملية خطف الجنود والضباط. أيوة، اللي تمت دي قبل 30 العملية. العملية دي لأنها كانت فاصلة اللي اشتهرت بعملية سلامة الخطفين والمخطوفين. دي كواليسها، لو تقدر تشير كواليسها سريعا لبعضها. كواليسها سريعا، وبرضو هي دالة جدا على حجم هذا الارتباط. مش بس كان تصريح محمد مرسي، لان احنا ده كان بيتداوله كل اهالي شمال سيناء في هذا التوقيت، وهو ان جماعة ارهابية، الارهاب موجود خلاص، عندنا ازمة ارهاب موجودة، والامن بقى ابتدى يجمع معلومات والكذا، يعني المشهد موجود اوريدي في شمال سيناء. فاحد عملياته انه مجموعه من الجنود وهم نازلين اجازه خطفوهم، وهيبتدوا يطلبوا فديه بقى من الاجهزه ومن اهاليهم وامور من هذا القبيل. استمر العمليات الخطف عدد من الايام، كشفت بسرعه لطبيعه سيناء المفتوحه اللي هو ما فيش سر بيستخبى في سيناء. يعني انت بتبقى عارف الارهابي فين ومنين، ما انتش قادر تطوله صحيح للطبيعة الجغرافية لتسليحه، لكن بلد بلا أسرار. بلا أسرار. فالناس ديت دول اللي كانوا موجودين في الحرية والعدالة الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله، دول اللي خطفوا الجنود، هم اللي خطفوا الجنود. فخرج في القاهرة، انتوا بقى يا أهالي القاهرة، احنا كنا أهالي شمال سيناء في هذا التوقيت، انتوا أهالي القاهرة كنتوا سامعين هنا محمد مرسي وخارج يقول أنا بناشد الكذا وحماية الخاطفين والمخطوفين. الأمن نزل والقوات المسلحة خدت قرار صارم بضرورة تحرير هؤلاء وتحريرهم والقبض على الخاطفين. لأن العملية كان ليها دلالة. فبدأ هنا يكشف حجم آخر من مساحة التعاون بظهور مستشار رئيس محمد مرسي في هذا التوقيت بسيارات. الرئاسة، ده كان عماد عبد الغفور ولا عماد عبد الغفور واحد، وشيخة أسعد شيخة وآخرين، لكن دول كانوا أشهرهم، عماد عبد الغفور وأسعد شيخة، بسيارات رسمية يجوا إلى شمال سيناء في محاولة الوساطة. عندما اكتشفوا أن الجيش والشرطة داخل يحرر واخد الأمر بجدية كاملة لعملية، وفي قوات موجودة وفي تحريات بتتعمل وفي خطط بتنفذ وفي مناطق بتحاصر بيشتبه فيها وفي يعني الأمر ماشي، فكان هناك في ملاحقة على الجانب الآخر، محاولة سباق الجيش والشرطة بإجراء عملية وساطة، لأن عملية الخطف دي كان سببها خلاف ما بين التنظيمات الإرهابية وخيرت الشاطر، خلاف ما على أحد الموضوعات، فتم الخطف لإحراج الرئيس المصري في هذا التوقيت لتنفيذ طلباتهم.
أمور تنظيمية وأمور في التعاون فاختلفوا يعني. فبيضغطوا على أصابع بعضهم البعض. هذه الزيارات المكوكية كانت تتم قدام كل أهالي شمال سيناء مش في السر على الإطلاق. فكل شايفين عربيات من الرئاسة وفيها مستشارين الرئيس جايين يقعدوا مع الخاطفين مع بعض منهم مع رسلهم الرسل بتوع الخاطفين ويتفاوضوا ويقولوا لهم هنعمل وكذا وينقلوا لهم كم الحرج اللي بيستشعره الرئيس مرسي قدام الرأي العام المصري فبيضغطوا عليهم بأمور وخلافه وبينقلوا لهم جدية الملاحقة الأمنية والعسكرية اللي بصددهم. فنمنا يوم وصحينا في شمال سيناء لقينا الناس تم تحريرهم طواعية بسرعة بسرعة حط الناس دي على الطريق ويجي اي قوات امن تستلمهم وهربوا جوه الصحراء لان كانت مساحة الحرج والكشف والدلالات الكبيرة جدا المصريين كانوا قاريينها بتفاصيلها كانت واسعة باكبر مما يمكن احتماله. طيب في نهاية هذه الشهادة يعني حضرتك بحثت وكتبت ورأيت اهم مش هقول درس ولكن الفكرة المسيطرة عليك دلوقتي وانت بتستعيد هذه الأحداث نستفيد منها بعد كده لأنه الناس أحيانا بتنسى أو أحيانا ما بتبقاش عارفة المعلومات أو أحيانا تنشغل بمشاكل معينة وتنسى أصل المشكلة أنه البلد دي كانت وستظل مستهدفة. الفكرة الأساسية خليني أقول جزء من فكرة عامة علشان إحنا مرتبطين بسينا وبنتكلم على فصل سينا. مجموعة دروس مستفادة مهمة جدا أكبر قدر ممكن للدولة أنها تعمله من إجراءات التحديث والتطوير والتسليح والتأهيل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة المصرية ولجهاز الأمن المصري هذا فرض عين حصل من أول 2013 بطفرة كبيرة جدا ولابد ألا يتوقف طوال الوقت لأن من الممكن أن تقع هذه المؤسسات تحت وطأة تهديد كبير وظرف استثنائي كبير كما وقعنا احنا في 2011 فلابد أن هم يكونوا على درجة عالية جدا من الجاهزية لمجابهة أي احتمال احتمال تمام. ده أول درس تاني للي علاقة بسينا أولا وثانيا وثالثا تنمية سيناء وتطويرها وتغلب ما يحدث بشكل كبير الآن بالضبط أنا عشان كده بقول دول كانوا قرارين استراتيجيين للدولة المصرية وللنظام المصري اللي كان مشتبك مع كل هذه الأحداث وقاعد يقراه يوم بيوم وبيحمل عبئه يوم بيوم. أول قرار استراتيجي اتخذه النظام المصري في 2014 عندما تولى المسؤولية هو الدخول جنبا إلى جنب مع البندقية والمخابرات والمعلومات والمكافحة سلاح التنمية التنمية والتنمية المستدامة اللي تنقل سينا إلى منطقة طاردة لأي شكل عصية من على أي جماعة أي استحواذ وأي استغلال للفراغ للجغرافيا لقلة عدد السكان للتعقيدات الجغرافية اللي كانت موجودة ده درس ألا تترك الفراغ للآخرين لأن أي تركك لأي مساحات الفراغ دي من أول الفكر بالمناسبة صحيح. تبدأ من الفكر وتنتهي بالجغرافيا الفراغ الذي لم تملأه أنت بالإيجابيات وبالمفاهيم الوطنية الراسخة خدمة يملأه أعداءك وخصومة الوطن مباشرة صحيح. شكرك جدا الكاتب والباحث الكبير خالد وكاشة على هذه الشهادة كنت معانا وشكرا لحضرتكم.